وهذا غادي يكون عنده أثره في المسار اللاحق. صحيح صحيح صحيح. فيما بعد في المؤتمر الخامس 1900 كان المؤتمر الرابع في يوليوز 84 أولا، وثم جاء المؤتمر الخامس في 89 في 89 طبعا لا شك انت حضرتيه وتبعتيه. هنا غادي يصبح الأموي يمثل تيار قوي داخل الحزب، ما في شك. حضرتي انت ما حصل بانسحاب عبد الرحيم بوعبيد؟ حضرت تبعت يعني اولا مشينا للمؤتمر في القاعه المغطاه، الاخ عبد الرحيم بوعبيد والسي محمد اليازغي وكذا كانوا في المنصه، واللجنه التحضيريه كلها في القاعه في فؤاد سوس في المقر المركزي ديال القياده ديال الاتحاد الاشتراكي في اكدال فؤاد سوس. لا اتحدث عن المقر الحالي في زنقه العرعر، في فؤاد سوس في اكدال. ف كي نتكلموا حنا كان عندنا مطلب اساسي للاخوان في الشيبه الاتحاديه ولعدد من الاطر ان الوثيقه التنظيميه راهنوا عليها اساسيه، وللحقيقه ان السي محمد الساسي لعب دور اساسي في صياغه الوثيقه التنظيميه، وكان الساسي تي يعني يلح انه ما نبقاوش نديروا الخطبه. التجارب السابقه كنجيو في قلب الحزب كتقول ما تريد ويفعلون ما يريدون. نعيد الترحيب بك الأستاذ حسن جميل، الشاعر والكاتب والباحث في الثقافة الشعبية والمناضل السياسي. في حلقة سابقة تكلمنا على أواخر السبعينات، إضراب التعليم والصحة في أبريل 1979، الإضراب العام 20 يونيو 1981. قلت لنا أن عبد الرحيم بوعبيد من اتخذ القرار. طبعا رحيم بوعبيد لانه يعني كان دخل في واحد الافق ديال التوافق وديال استيعاب المرحله ككل، والفضل ترجع طبعا للمؤتمر الاستثنائي في اعاده ترتيب الرؤيه الاستراتيجيه ديال الاتحاديين، لا في علاقتهم مع مرجعيات معينة ولا في بناء وإعادة بناء العلاقة مع الدولة ومع المجتمع إلى آخره، والخيار ديال الفكر الاشتراكي والفكر الديمقراطي إلى آخره. وبناء على ذلك كانت إشارة قوية جدا تجاه الدولة، وحتى التصور اللي في التقرير الإيديولوجي مفهوم الدولة، قراءة الواقع الملموس وقراءة طبيعة المجتمع والتشكيلات، معناه هو رهان على انتقال ديمقراطي طويل النفس، هادي فيه ندية وفيه حوار وفيه توافق. لذلك كان خاص الجواب يعني الفيدباك التغذية راجعة تجي من طرف الدولة، تجي في اتجاه الاتحاد الاشتراكي. ولكن بان ان الدولة بدات على العكس كتغلق في إمكانيات التوافق والتقارب إلى آخره، أو كانت تريده في حدود، كانت أولا تمنع الامتداد ديال الاتحاد الاشتراكي تنظيميا ومجاليا، كانت تمنع وتحظر نهائيا حضور الاتحاد الاشتراكي في الوسط القروي، وكانت لكن هذا يعني حزب وقتها كان يهيمن على عدد كبير من المنظمات المدنية ديال المجتمع المدني. تكلمت في الحلقة السابقة على الاتحاد الوطني لطلبة المغرب اللي ترجعت له الشرعية، طبعا الكونفدرالية الديمقراطية الشغل كقوة ضاربة وبدأت كتكتسح في الحق العمالي، الجمعيات الشبابية الوطنية الشبابية، جمعية جهوية، جمعية محلية إلى آخره، في عدة صحافة قوية أطر فكريات داخل الاتحاد المغرب، داخل الاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة، داخل النقابة الوطنية للتعليم، النقابة الوطنية للتجار. إذن الدولة كانت تترك هامشا واسعا. الدولة طبعا أخذت إجراءاتها وكتمارس حضورها وكتدير المنع حيث ينبغي يكون المنع والحاضر والتضييق في كل مكان إلى آخره، ولكن إرادة ديال الشعب،
إرادة ديال المناضلين، إرادة ديال القوى حية منباثقة من تاريخ وتشتغل في قلب المجتمع وفي أحشاء ديال معناه كنتكلموا في السبعينات، معناها شنو الحركة الوطنية؟ الحركة الوطنية لا زالت وازنة، لا زالت قوية وتقوت في شقها التقدمي وفي شقها الديمقراطي إلى آخره. تشوف أنت كتعرف وكتذكر جيدا نوعية الطالب، نوعية الإطار الاتحادي، قدرة على الإقناع وقدرة على الخطابة وقدرة على التحليل، ومجتمع ديال القراءة دينامي وحي لم يعد اليوم بالشكل اللي كان عليه من قبل حضور الوعي الفكري والإيديولوجي. إلى كتصيب التلميذ في السنة السابعة يعني يقرأ كتب العروي وكتب الجابري وكتب طيب التيزيني وحسين مروى وإلى آخره. أنا كان أتذكر وأنا في السنة السابعة كان جو في الامتحان ديال البكالوريا أستشهد بحسين مروى وبطيب التيزيني من أجل رؤية جديدة وبعبد الجابري إلى آخره. فنوعية ديال الأطر الاتحادية كالاتحاد شراكي كما صرع عبد الرحيم عبيد في المؤتمر الثالث إن لم تخني الذاكرة، عندما قال أنه عندنا 100,000 إطار اتحادي. يعني قلما أتيح لي إلا في فترة ديال الحركة الوطنية شيء آخر، أن التنظيمات الوطنية في 44 وفي كذا إلى آخره باش فرضت مطلب ديال الاستقلال، لأن القاعدة التنظيمية والشعبية والاجتماعية ديال الحزب الوطني كانت اتسعت بشكل كبير. وكان روبرت ريزيت كيتكلم على 100,000 إطار. فالاتحاد الاشتراكي أيضا كان عند ولا كيشكل واحد القوة تنظيمية هائلة وضاربة وحاضرة وحقيقية وجدية. لذلك لما كيكون إضراب بسرعة إذا ما تحكمتيش فيه كيمكن له ينفلت، كما حصل في 20 يونيو، حصل في 20 يونيو 1980. المسؤولية الأساسية ديال تفجير الوضع ماشي الكونفدرالية الديمقراطية الشغل الحقيقة، يعني كان داروا قوى نقابية مضادة في مثلا في الحافلات وفي الشومينو، جابوا في الشومينو جابوا قوات يعني شيفورات لميكانيسيان من الجيش، جابوا شيفورات بالنسبة باش يهرسوا الإضراب ديال الحافلات إلى آخره. فالناس والشباب ديال الضربدة استفزوا بهذاك الحضور الكثيف ديال الآمن وهذاك إلى آخره، بدات كيضربوا بالحجار هرسوا الزجاج ديال الحافلات، وبدات كتسع عملية الاحتجاج وعملية الانفلات، واضطر الجيش أنه يتدخل وأنهم يعني يطلقوا الرصاص، وسقى عدد وافر من الضحايا. نعم. بينهم على الأقل جمهور واسع من الأطفال للأسف. هادشي اللي بان مع هيئة الإنصاف المصالحة. هيئة الإنصاف إذا رجعوا لهذه القضية اللي شرتي لها في السابق، ديال أن مع الكونفدرالية الديمقراطية للشغل ولا الحزب والنقابة. تماما. وهذا غادي يكون عنده أثره في المسار اللاحق. صحيح صحيح صحيح. فيما بعد في المؤتمر الخامس 1900 كان المؤتمر الرابع في يوليوز 84 أولا، وثم جاء المؤتمر الخامس 89 في 89 طبعا لا شك انت حضرتيه وتبعتيه. هنا غادي يصبح الاموي يمثل تيار قوي داخل الحزب، ما فيه شك. حضرتي انت ما حصل بانسحاب عبد الرحيم بوعبيد؟ حضرت تبعت يعني اولا مشينا للمؤتمر في القاعه المغطاه في المركب ديال الامير مولاي عبد الله في الرباط. تما كان مكان ديال المؤتمر، كان حوالي 2500 ديال المؤتمرين. وفي اللجنة التحضيرية أولا كنت عضو في اللجنة التحضيرية بوصفي عضوا في المكتب الوطني للشباب الاتحادية، وحنا جايين اللجنة التحضيرية كنت جاي مع الأموي الله يرحمه في السيارة، وحنا جايين دخلنا القاعة إلى آخره. كنتذكر أن الأخ عبد الرحيم عبيد والسمح محمد اليزغي وكذا كانوا في المنصة، واللجنة التحضيرية كلها في القاعة في واد سوس في المقر المركزي ديال القيادة ديال الاتحاد الاشتراكي في أكدال في واد سوس. لا أتحدث عن المقر الحالي في زنقة العرعر، في واد سوس في أكدال. فكي نتكلموا احنا كان عندنا مطلب أساسي لا الإخوان في الشيبة الاتحادية ولا عدد من الأطر، أن الوثيقة التنظيمية الراهن عليها أساسية،
وللحقيقة أن السي محمد الساسي لعب دور أساسي في صياغة الوثيقة التنظيمية. وكان الساسي تي يعني يلح أنه ما نبقوش نديروا الخطبة. التجارب السابقة كان جيو في قلب الحزب كتقول ما تريد ويفعلون ما يريدون. هاد المرة نركزوا على الأشياء الحلقات الصغيرة اللي هي الأساسية، هي اللي كنخليوها ما كنتابوش ليها، وكنركزوا على الخطاب وعلى الموقف وعلى الجانب المبدئي. هذاك الكلام قولوا قولوا كما تريد. الاتحاد الشرقي ديمقراطي إلى حد بعيد في التعبير عن الأفكار وعن المواقف وعن المبادئ، لكن في التفاصيل لم يكن ديمقراطي، لم تكن هناك ديمقراطية حقيقية. كان اللائحة كدار قبال اللي غادي يطلع الأجهزة كدار قبال اللي غادي يتم إقصاء ديالو كيتفكر فيها قبل إلى آخر. نحاول نسرع شي شوية. فإذن كنتذكر أن الإخوان منهم السي محمد الناصري الله يذكره بخير، هذا الجغرافي، الجغرافي كان عنيف في إطار الحق في الدفاع عن الحق، يقول الأخ عبد الرحيم هذه الوثائق فارغة ليس فيها أي شيء، ليس فيها أي شيء، يقول لي أشنو خصها يا سيدي، يقول لي يا عبد الرحيم بابي وهو في المنصة، قول لي أشنو خص، قال لي خص بزاف، قول لي أشنو خص نديرو، وقال له ماشي ده هذا نقاش راح رحيل، وقول لي أشنو خصو، قال لي ما فيهاش الخبز نديروه، ما فيهاش الضوء والماء نديروه. يعني بدأ واحد الخطاب. شنو هذا الأستاذ محمد الناصري شنو كان، كان قريب الأموي؟ لا ما كانش قريب نهائيا، يعني إذن يعبروا عن موقف عن مستقل شخصي، لأنه كيشوف اللعب كيشوف أشياء غير جدية. فالدخل الأول كيتقمع، الدخل الأخر كيتقمع، ما كيتصنت هذا في اللجنة التحضيرية، ما زال رقم في التحضيرية ما كيتصنت باقي ما وصلناش للمؤتمر. القاعة عاملة تقريبا راه فيها حوالي 100 ديال الناس تقريبا في اللجنة التحضيرية موسعة إلى آخره. دخل الأمام في واحد اللحظة قالوا الأخ عبد الرحيم بعبيد أخي العزيز كاتبنا الأول، هاد السلوك وهاد التصرفات اللي راها كتجري الآن في القاعة ما غديناش بعيد، أرجوك وكناجدك، عندنا أسئلة مقلقة خاص الجواب عليها، وخاصنا نتفقوا هنا وخاصنا نحسموا هنا قبل ما نمشيو للمؤتمر، هنا نحسموا في الأشياء، إلا مشينا للمؤتمر ما غنتحكم، حتى واحد ما غيتحكم في المؤتمر. أنا كناجدك. ثانيا الطريقه ديال الحوار ماشي سليمه، حنا جالسين هنا وانتم مقلزين تما وكذا كذا، ما عندناش قياده. حنا كنتذكروا اخوان مناضلين في بعضهم البعض الى اخره. فقال عبد الرحيم عيد الله يرحمه اسيدي انا بحالي بحالك، قال لي ما كاين مشكل ولكن خلينا نتذكروا نكونوا بحال بحال. قال له لا سيدي انا ماشي قياده كاع، ونزل من المنصه وجلس في الطوابل التحتانيه. هذا عبد الرحيم بوعبيد. ونزلوا الاخوان اللي حداه الواحد الراضي ومحمد الياس غير كذا، وجلسوا حداه لتحت. يا الله سيدي احنا ما كاين لا قياده لا لا قاعده، ذاكروا ذاكروا سيدي الى اخره. يقول الاخ عبد الرحيم هذا راه ماشي اسلوب، ارجوك كاين قضايا خصنا نحسموا فيها، كاين اسئله خصنا نجاوبوا عليها. شنو هي القضايا بايجاز في رؤوس اقلام؟ ايجاز خص اعاده النظر في الطريقه التنظيميه، خص اعاده النظر في حزب يهيمن عليه شخص مخشي تحت الظل ديال عبد الرحيم بوعبيد. محمد اليسخي ما خش عبد الرحيم بوعبيد جالس في دارو في واحد الزاويه، والحزب في شكل اخر لا يعرف ما يحدث في الحزب ولا في التنظيمات، لا يعرف ما يجري في الاقاليم ولا على مستوى الفروع ولا اي شيء. عبد الرحيم مقابل السياسه الكبرى، يتجاوب ويتخاطب مع اجهزه الدوله في كلامه في خطابه. ولكن هنا هنا الاستاذ حسن النجمي ربما من هنا غتفتحوا واحد المسار اللي غادي يقود في النهايه الانشقاق والتشرذم ديال الحزب. كان باين عناصره باينه واضحه جدا، اما تكون تابع وداير الصف ورايا وانا اللي كنقودك وانا اللي نقول لك اش خصك دير. عبد الرحيم بوعبيد تقول ما هو من كان يقود؟ لا ما كانش يقود عبد الرحيم حقيقه. عبد الرحيم كان قائد تاريخي، وكان رمز من رموز ديال الوطنيه المغربيه، وكان رمز اشتراكي حقيقي، وكان يحظى بالثقه الكامل المطلق، وكان ما يقول عبد الرحيم نثق فيه بالكامل بهذه القضيه. لكن في ظل عبد الرحيم بوعبيد، في ظل القائد، في ظل الزعيم، في ظل الكاتب الاول للاتحاد الشراكي، كانت هناك عصابه تتحكم
في الوضع العام ديال الحزب وفي المجرى ديالو وفي التفاصيل بالخصوص التفاصيل. لذلك لو أتيح لك أن تطلع على التقرير التنظيمي هذا للمؤتمر الخامس؟ للمؤتمر الخامس، لأنه من اللي مشينا للمؤتمر الخامس سولتيني على المؤتمر الخامس، دخلنا للمؤتمر الخامس في المحفظة ديال المؤتمر ما كاينش التقرير التنظيمي. من هنا بدأ الغوت، من هنا بدأت المشكلة. فينا هو التقرير التنظيمي استبعد، أعطيونا التقرير التنظيمي ياك دوزناه في اللجنة التحضيرية وأعطيوه لنا، غادي يجي بعد قليل، راه كيتطبع، هو فوتوكوبي، هو غادي يجي. قلنا ما غاتمشي حتى حاجة تيجي التقرير التنظيمي. واللجنة التنظيمية بالمصادفة كانت أكبر اللجان، اللجنة فيها 30، اللجنة فيها 70، اللجنة فيها 100، ولكن اللجنة اللي فيها حوالي 1300 ولا 1400 هي اللجنة التنظيمية. وبالمصادفة أنها كانت في القاعة الكبرى اللي كانت فيها المؤتمر. إخوان مشاو دخلوا القاعة في اللجان الأخرى، لجنة التعليم، لجنة المرأة، لجنة العلاقات الخارجية إلى آخره كذا. أما اللجنة الأم اللي هي اللجنة التنظيمية، نعم، كانت الوصفة. نحاولوا ننهيو هذه النقطة في هذه الحلقة. إذا كيفاش غادي ينسحب عبد الرحيم بوعبيد من المؤتمر وغتوقع الأزمة؟ من الأشياء اللي غتفجر الوضع كذلك أنه اتخذ قرار في مكان ما أن المكتب السياسي غيتم التوسيع ديالو. كان المكتب السياسي عندنا 11 عضو، غادي يوليو 23 عضو، ودارت اللائحة وفيها كل الناس المحسوبين على محمد اليازغي. عدد ديال الاسماء، كيفاش نذكر الاسماء اليوم؟ فعدد ديال الاسماء. فاحنا في اللجنه صادقنا بالتصويت السري والعلني ايضا في لحظه اخرى على ان المكتب السياسي ما يكونش 23، غادي يبقى 11 فقط، باش نقطعوا الطريق على هذوك الانتهازيين، على اصحاب يزغي، نعم، عناصر اللي كانوا فيهم انتهازيين، داكشي ما يحتاجش نذكر الاسماء. ف مشاو جابوا عبد الرحيم وعبيد، كان جالس في قاعة من القاعات ديال الاستراحة كذا باش يجي يعتق. مشاو جابوا خيرات وإخوان آخرين وجا طلعوه للمنصة مباشرة أمام اللجنة التنظيمية. واللجان الأخرى الفرعية الصغرى كانت من اللي كيسالي اللجنة، كتسالي الشغل ديالها، كتلتحق باللجنة التنظيمية الضخمات اللي ولات هي المؤتمر. جا عبد الرحيم، كيفاش هاد القضية صوتوا على 11 واحد وباش نخدموا حنا؟ تكتفوا لينا يدينا، خاصنا الناس اللي يخدموا معنا في المكتب السياسي. قلنا له يدير كتابة وطنية، دار كتابة وطنية الأخ عبد الرحيم. المكتب السياسي مقدس، خاص يبقى عنده الهيبة ديالو والمكانة ديالو، ما يكونش أكثر من 11. والماشي معقول، ماشي كذا إلى آخر، تدخل في إطار نقطة نظام خالد السفياني، طلع المنصة وقال ودي انا كنقطع الاخوان ديروا 13، نزيدوا 13، كي 11 كي 13 ماشي مشكل الى اخره الى اخره، نصوتوا على هاد الى اخره. انا كنقترح 13، بمجرد ما قال هو 13 موافقين على 13، يقال بالاجماع تقريبا. يقال ان كانت ولاتي اللي هو الاموي ومحمد الساسي وخالد السفياني، ان هاد ولاتي هو الذي كان يتحدث بهذا التيار الجديد. غير صحيح، الأموي والشباب الاتحادي، المكتب الوطني الشباب الاتحادي، بل بالعكس الأموي لم يكن يعبر عن موقف كقائد ومتزعم لتيار، وجهة نظر ديالو دائما كانت معروفة. الحقيقة اللي خلق لحظة جديدة نوعية، واحد القشعريرة جديدة في الخطاب وفي التصرف، فالتجاه كان الشباب الاتحادي. وحنا قبل من المؤتمر وأثناء انعقاد الجلسات اللجنة التحضيرية درنا حنا جلسات كشباب اتحادي في الأقاليم مع الشبيبة ديالنا، كنزلوا للأقاليم، وإذا بالملي كنحضروا مع الشباب كيكون الحزبيين كلهم حاضرين في التجمع. إذا نرجعوا، شنو كان رد فعل عبد الرحيم بوعبيد بعد مقترح خالد السفياني؟ بقى متمسك أنه خاص توسعوا الدائرة ديال 23. هو فجة صوتنا حنا، ف كنغوتوا في القاعة كلنا، الأخ عبد الرحيم راه حنا صوتنا، نعم وحنا صوتنا، صوتنا الأخ عبد الرحيم راه حنا صوتنا، كلنا صوتنا على القرار. ولا صوتوا وشنو اللي صوتوا؟ نعاودوا داك الشيء وصافي ونديروا 23، ما نديروا 23. رفضنا، دار تصويت من جديد أمامه وصوتنا ضد توسيع اللائحة والعدد ديال المكتب السياسي. اعتبر أن التصويت ضده،
لان الاخوه اللي مشوا جابوه وحطوه في هذاك الموقف ما شرحوش له لا تركيبه المؤتمر ولا خلفيه القرار ولا الاعتراض اللي درناه والتصويت مرتين تصويت مرتين داخل على هاد اذن غادي نسحب هز المونطو ديالو محطوط المونطو هز المونطو ديالو وغادر القاعه ومشى لدارو بقى المؤتمر واقف كانت كاينه لجنه الترشيحات تخليها الاخ الاموي قال ما كاينش لجنه الترشيحات الى اخره كيفاش غنديروا لجنه الترشيحات قال له لا دارت لائحه وصوبنا وقادينا وما درنا ما درنا الى اخره قال له انت تخرج فحال القرشاوي بغى يجاوبه مصطفى القرشاوي الله يرحمه قال له تخرج فحال سير فحالك انت خرج من هنا ما قابلينكش كاع تكون انت في الجنه سير فحالك حتى هو مشى فحالو للدار بينا وجاب الحبيب الفرقاني الله يرحمه قال الاخ الحبيب حتى اللي تكلف الترأس ماشي هذا لا ثقة لنا فيه الى اخره معروفه غادر القرشاوي وتولى الموضوع من اللي بدا النقاش والحده الى اخره عبد الرحيم جالس في جلسه كذا الاموي جبد من الجيب ديالو اللائحه قال لي ما بغيتش تحشمو نجي نوريكم اللائحه اللي مصوبين هاي اللائحه هذا هكذا وصوب هذا بحضور عبد الرحيم او بعد ذهبوا لا لا قبل من الذهاب مازال في اللحظه ديال في هذيك اللحظه فين كان معكم عبد الرحيم هذا ويتلاح خيرات الاخ عبد الهادي خيرات باش ما يخليهش يقرا اللائحه كذا و اشنو خيرات المبدا هو التصويت كاينش ما كاين لجنه الترشيحات لا والو هاد الاساليب خصنا ننهيو معها هاد الاساليب ففي النهايه باختصار شديد باختصار دار التصويت لاول مره حركه سياسيه حزبيه كدير إذن عمليه انتخابيه بعد اقناع سري. اقناع عبد الرحيم بالرجوع عبد الرحيم مشى لدارو فهمتي وحد غيبقاو يتفاوضوا معاه وكذا الى اخره غير رجع حتى للغد وشكون عبد الرحمن اليوسفي لعب دور هنا اظن لست متاكدا كان رئيس المؤتمر اي لست متاكدا يعني كان عبد الرحمن اليوسفي كان بو زباع كانت اظن توريا السقاط والحاج عمر الساحلي اذا لم تخني الذاكره هي القياده ديال بو زباع اي بو زباعين عبد المجيد عبد المجيد بو زباع باش يمثل من الجناح النقابي الى اخره المهم باختصار شديد وقع التصويت على اعضاء اللجنه الاداريه اللي غيطلع منها المكتب السياسي وقع فيها التصويت لاول مره لاول مره في تاريخ الحزب وفي تاريخ الحركه السياسيه المغربيه من بعد نحيز معنا ما بقاتش اللجنه بقدر كان الترشيحات والغيات ودار التصويت ملي دار من بعد المؤتمر 15 باختصار شديد دار الاجتماع ديال اللجنه الاداريه الوطنيه باش ينتخبوا المكتب السياسي وفي الاجتماع في الرباط كما اذكر جيدا شحال عدد اعضاء المكتب السياسي هو 23 لا 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 ما كاينش 23 حتى هذاك المنظار 13 غتكون اذا عبد الرحيم بوعبيد قبل في النهايه ما عنده ما يدير ما عنده خيار لانه انتهى الموضوع حسم فاللي دار هو انه القانون تيعطيه هو اللي كيقترح ككاتب اول كيقترح لائحه دار لائحه مغلقه ودار فيها التوازن ما دارش 15 او 17 باش ناخذ منهم 13 ولا شي حاجه دار 13 مغلقه وقال لي يشوف راسو انه يترشح يترشح من القاعه ما عندنا مشكل لكن فيها توجيه ها هما ال 13 اللي انا بغيت شنو فيها التوازن ما فيهاش الاموي ما فيهاش بوزوبع مجيد بوزوبع ما فيهاش الجناح النقابي صفاه فهذيك الاقتراح عبد الرحيم بعيد وهذا خطا قاتل كيجي من واحد الاب رمزي ف هذه من اللائحه اللي كنقترح على الاخوان التصويت عليها وإلا بغى شي حد يترشح ترشحوا من القاعه وربحوا الأماوي وبوزوبع طلعوا من القاعة من القاعة من القاعة ولاو معاه في المكتب السياسي إذا من النهار الأول هما خصوم ديالو إذا من النهار الأول دات المواجهة حيث من اللي قال هو وإذا استمروا الأخ الياس غادي يكون هو المسؤول على التنظيم قال لي لا سي عبد الرحيم الأماوي بأي حق يكون هو شنو غيورتو أنا اللي غادي نكون مسؤول على التنظيم بدا نقاش دخل عبد الرحمن اليوسفي الله يرحمه قال له طيب إخوان ديروا نشدوا العصا من الوسط خليوا الاخ عبد الواحد الراضي يكون هو مسؤول التنظيم الراضي قال لي لا انا ماشي ديال التنظيم ما كنعرفش ليه ما تدخلنيش في شي اونغرناج اللي هنا ما قالتش عليه لا 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 قال لي انا ما كنعرفش التنظيم الى اخره وفرض ان الاموي ياخذ التنظيم ما ياخذوش اللي يزغي لي اول مره
بحيث بدات المواجهه حقيقيه. نعم. وصحيحة. هذا طبعا ما سنوصل الحوار معك مازال غنواصله. نعم سنواصل الحوار. طبعا حنا يلا غندخلوا للمرحله هذه الصعبه ديال كيف الحزب غادي يصبح كتجدوا جوج ديال التيارات والذي سينتهي مع الاسف التشرذم الحزب. شكرا جزيلا الاستاذ حسن. شكرا لكم. الشاعر جزيلاً. الشاعر والكاتب والمناضل السياسي. توصل حوارنا معك في حلقة قادمة.